استقبل الامين العام لجامعه الدول العربيه السيد احمد ابو الغيط بمقر الامانه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وخلال اللقاء تم التشاور بشان مجمل تطورات الاوضاع في المنطقه العربيه كما تناول اللقاء استعدادات موريتانيا لاستضافه القمه العربيه التنمويه الاقتصاديه والاجتماعيه. تشرفت منذ دقائق قليله بلقاء فخامه الرئيس حيث تناولنا القضايا الاقليميه الهامه وقضايا العمل العربي المشترك والاعداد للقمه التنمويه المقبله في موريتانيا ان شاء الله في شهر نوفمبر المقبل وتحدثت ايضا عن اوضاع الجامعه العربيه ومسؤوليتها والنظرة إليها في هذا الاقليم. إن الأهداف التي رسمها القادة العرب للجامعة العربية جعلت منها معقد أمل كبير للمواطن العربي. فقد أنيطت بها بحكم المادة الثانية من ميثاقها مهمة توثيق الصلات بين الدول العربية وتنسيق خططها السياسية، تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها. وكذلك مهمة توثيق هذا التعاون مع مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وانني لانتهز هذه الفرصة لأُشيد بكل ما حققته الجامعة العربية من انجاز في هذا السياق على مر العقود. وكذلك بالجهود الكبيره التي بذلتها وتبذلها الامانه العامه للجامعه العربيه في سبيل ترقيه العمل العربي المشترك وتطوير الياته. ونسجل هنا ثقتنا في نجاح القمه العربيه التنمويه الاقتصاديه والاجتماعيه الخامسه التي ستحتضنها الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه هذا العام في ضوء الحرص الذي يحضر الاشقاء الموريتانيون للارتقاء بالعمل العربي التنموي في تلك المجالات شديده الحيويه والاهميه تعزيزا لحقوق المواطن العربي الاقتصاديه والاجتماعيه